الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا ثم ما بعد. وكتاب كني صحيح مسلم للإمام أبو الحسين مسلم ابن الحجاج ابن مسلم الغشيري النيسابوري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ودرس كني سقع شنات هناك بلا من يقال المصنف رحمه الله تعالى. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس حاء حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر واللفظ له قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد القطان عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاد أنه قال رآني نافع بن جبير. باب نسخ القيام للجنازة حباب يهي هذا كان باب نسخ القيام يستاقي إن لنسخيب باب يهي للجنازة جنازة يميتك إن لو استاقوا حكم كائن لنسخيب. قال الإمام رحمه الله تعالى وحدثنا قتيبة ابن سعيد هو قتيبة ابن سعيد بن جميل بن ضريف أبو رجاء البغلاني قال حدثنا ليس وهو ليس بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي حاء وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر واللفظ له قال حدثنا ليس عن يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري أيا نورمي قدام بن مكي ورني رواه يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري أبو سعيد المدني عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاد أنه قال وحيري رآني نافع بن جبير بائي أركي. والحال نحن أنقنا في جناسة جناسة لحديثة نقص النهي ميل دوغو ميد لغو آصي أنو تشغن قائما حال نهي متاقا. والحال قد جلس أوفر يستي ينتظر يسقو سقيا أن توضع الجناسة جناسة إن لديغو أسقو سقيا فريست. فقال لي وحيوري ما يقيمك محاكو استاتي ومحاكو توتي وادلتها انت. فقلت حاني لانتظر وانسقيا وحان كورونيا وانسقيا ان توضع الجنازة جنازة يميتك ان لديك انسقيا. لما اي لاجل ما كيدرتي وان اشتقيا يحدث ونوشيك ابو سعيد الخدري ابو سعيد الخدري كوشيكي درتي ادبان اشتقيا. فقال النافع باوحري فإن مسعود بن الحكم مسعود بن الحكم ننك الإلهد حدثني وحوئي ورمي عن علي بن أبي طالب علي بن أبي طالب وحوئي قشق أنه علي بن أبي طالب قال إنو يري قام رسول الله صلى الله عليه وسلم با استاقي في أول وقته بالوجيدة ثم قعد انت كقذال نوافر يستي وحكم كاسي حكم مركي هو رجريب أها صدرت adigu haddii nahyiga hayso iyo diidmada aniguna waxaan ku hayaa xukunkaas xukunkii ka dambeeyo in la nasaxay baan ku hayaa. قال الامام رحمه الله تعالى وحدثني محمد بن مسنى واسحاق بن ابراهيم وابن ابي عمر محمد بن يحيى بن ابي عمر العدني جميعا عن الثقفي حي وحكورنا يعني عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي. قال ابن المسنى محمد بن المسنى وحيد حدثنا وحان نورهم عبد الوهاب عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي وحان نورهم قال وحيد سمعت وحان مغلي يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري بان مغلي قال وحيد أخبرني وحاي ورهم واقد بن عمرو واقد بن عمرو بن سعد بن معاد الأنصاري الأشهلي أن النفيع بن جبير النفيع بن جبير أخبره إنه قور رمي بأشيغي أن مسعود بن الحكم مسعود بن الحكم الأنصاري أخبره إنه قور رمي بأشيغي أنه سمع علي بن أبي طالب علي بن أبي طالب وكم أغلي يقول يستغل في شأن الجنائس جناسوين كحالك ذا يستغل قور رمي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ثم قعد رسولك إلهي وإستاغي كذب نبو فريست. وإنما حدث بذلك أرنك وحوشا لأن النافع بن جبير رأى وحاك واقد بن عمرو واقد بن عمر وقام استاغي بورك حتى وضعت الجناسة إلى جناسة لقدقي أسلقوا تاغنوا يعني ميتك إلى لقدقي يعني ما فريسان يسلقوا يلي أيو أرك.
مركب مسألة ذاني يضع هدي لا يكورو يحي حليه حي إمام الشافعي سيد البيضاوي وكورني قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم تركه بعد فعله والحجة في الآخر وحايمي كتغتان النبي كتغي سمينتي وسميي كبعدي استاق وكتغو اسكفريستي حجدنا وحي كتوسنا سافعل كدنبئ من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب حال وحكم يبور إن كان الأول واجبا فالآخر ومن أمره ناسخ هذه حكم أوتر حكم كاسمرك وراء أمرك أمر كل بأمبوكينا الأمر يقتدي للوجوب واجب نموكينا هذه قارينو كسر فينا إساء واجب نمدي الله لنا محوك فائدية استحباب فائدية سنة نمو مرك هذه واجب أها إمام الشافعي وحولي أمر كان دنبي أيان نسخية وإن كان استحبابا فالآخر هو الاستحباب وإن كان مباحا لا بأس بالقيام والقعود فالقعود أولى لأنه الآخر من فعله صلى الله عليه وسلم وعيد هذين اللبضان الصديس كهر إمادان مركهر وحال لقم مرمانا إن لأقادوه يعني اللبضان حق التاريخ ذا كوديبا هريي كوديبا بالدنبي مركتال لأقادوه وحال لقم مرمانا الجمع إن لجمعيان لقم مرمانا هذه جمع السوروبي ويمرك وحال الآذية حق النسق يتاريخ ذا الآذية لكن هذو جمعينتو أي سورودو وبوجه بأي وجه من الوجوه لوك جمعين كرو مركا والا جمعين أيها وقد ذكرت يعني مرارا كثيرا وحندين صوشا قي إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما أو من إهمال أحدهما سادرت المركا حكم هذو باستحباب إسكاها يعني إن لا سميو يعني لاستاغنا وابنانتهاي إن لا فريستنا وابنانتهاي أما نبي صلى الله عليه وسلم عليه وحبه سميني لبيان الجواز إنه بنانتهاي إنه ودتك تصير قال الإمام رحمه الله تعالى عيري وحدثنا أبو كريب بن محمد بن علابة نورهم قال حدثنا ابن أبي سائدة سكري بن أبي سائدة يعني أيان نورهم ويحيى بن أبي سكري بن أبي سائدة بهذا الإسناد سندك إسقى أيون نوغو ورمي وسندك أها وعن واقد عن نافع عن مسعود ابن عن علي رضي الله عنه وجدد أوكينا يروحوي سكري ابن أبي سائدة وحم متابعين يا سندك هراء عد ورني سواء عبد الوهاب ابن عبد المجيد الصقر قال الإمام رحمه الله تعالى وحدثني الزهير بن حرب النسائي أبو خيسم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر قال وحلي سمعت مسعود بن الحكم أيان مغلي يحدث ويسقو حديث كتبني عن علي بن أبي طالب قال وحلي رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي محمد بن الكقام يسقو يستاقيه فقمنا وانو يستاقني أنقنا وقعد وفر يستيف ففعلنا وانو الصميم يعني وحوشي ذا استاق يفرق اللوشي ذا وحوي في الجناسة الجناسة ذا يميتك يدوكت يعني مركز لتشوق ورحل يدوشي ذا قال الإمام رحمه الله تعالى وحدثناه حديثا وحنوره من محمد بن أبي بكر المقدمي وعبيد بن سعيد قال وحين حدثنا يحيى وهو القطان عن شعبة بهذا الإسناد يحيى القطان باسنتك إسقا عن ابن المكدر عن مسعود بن الحكم عن علي وجددنا وحوي السند كان لبعض يحيى القدام باوحهم متابعين يا سند كي كهر أو نكي ورني أو استقل الله بقضاها أو عبد الرحمن ابن مهدي باب الدعاء دعاء أبو باب يحيى للميت روح ميت كهاي دنتي له دعيني في الصلاة الصلاة دحرى ذلوا جد دعيني قال الإمام رحمه الله تعالى وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال أخبرنا ابن وهب هو عبد الله ابن مسلم ابن وهب القرشي قالوا حين أخبرني معاوية بن صالح معاوية بن صالح أيان نورمي يعني ابن حدير الحضرمي أبو عبد الرحمن الحمصي وصدوق من الصابعة عن حبيب بن عبيد حبيب بن عبيد الرحبي أيان نورمي حبيب بن عبيد الرحمي أبو حفص الحمصي واثقة من الثالثة عن جبير بن نفير قال سمعه حمق لي يقول سقولي سمعت حان مغلي عوف بن مالك
عوف بن مالك عوف بن مالك بان مقلي الصحابي قال يقول السقولي صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي باتو كذي على جناسة جناسة يميد شهدو كتو كذي فحفظت وحان حفدي نبي وحان كحفدي من دعائه دعائي الروحة لنتي وقود عيني بان كحفدي والحال هو النبي يقول لي الله مغفر له وارحمه إله ود مداف أو نحرس وعافيه الله بدبادي وصمت بيحي واعف عنه إله اسكعفي وأكرم هجاتي نسوله مرتسور كيسنا إله هجاتي ووسع إله واسعي وبلاري مدخله مكان قلين كيس يمشو قلينا الله واسعي وقبرك هكو عجري وأغسله دق بالماء بيكو دق يوالسلج يبرف والبرد يعني برد هو برف كيرير دقحا صيح يحني يواف صومالي يكو رجري ونقه إلهي وكان نظيف من الخطايا دنوبت إلهي وكان نظيف ومن أحسن الدعاء قول الميت لو قدعي كما نقيت سداد النظيف الصوب الأبيض مرض عد من الدنس وسقط أدوغ النظيف مرض عد ما دام وسقط قرصن وحبال لقو مرحب وأبدله إلهي وحدوغ بدشا دارا خيرا من داري دار دار تيسيك خير بدنوغ بدل أدوين وحكا خير بدنوغ بدل وأهلا خيرا من أهلي وزوجا خيرا من زوجي اهل اهل كيسك خير بدن يعني حاس حاس كيسك خير بدن وحور العين الاله وبدل وادخله الجنة جنة اله قلي واعده اله حات كما قلي ساي وكبد بعد ساك صمت بحصا من عذاب القبر عذاب القبر اله كصمت بحي او مس من عذاب النار ام النار تعذاب كذا الله كصمت بحي وكبد بعدي قال وحي عوف بن مالك بوحي حتى تمنيت إلى أن تمني أن أكون إن أنا هذا أنا أنو ذلك الميت ميت كايسقى إن أنا هذا روح الإنتي يدعى ذا الوجود عي إن أنا أنو نقض إلى أن كشعلست قال وحي وحدثني عبد الرحمن أي ورم ابن جبير عبد الرحمن ابن جبير با أي ورم كسو حيري عبد الرحمن ابن جبير يعني حدثه وحشر عن أبيه أبيه وحو كوريي عن عوف بن مالك عوف بن مالك وحال قوري طيب قال ضنبيا أورناي حدثني قال وحي وحدثني عبد الرحمن بن مالك قائلك هو معاوية بن صالح معاوية بن صالح عن النبي صلى الله عليه وسلم نبي وحو كوري بنحو حديثي يعني بنحو هذا الحديث حديث كانوا كلو كوري أيضا حلوش إذا بنحو حديث حبيبي بن عبيد أيضا كوري وطبعا عدنا وحوي قرتك يعني عوف بن مالك حديثك يعني ورنتي سأين لقوم متابعيني قال الإمام رحمه الله تعالى وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا معاوية بن صالح بالإسنادين جميعا لبدي السندين وصهر مري لما أنتو ذا يكوري نحو حديث ابن وهب حديثك عبد الله بن وهب وكذا لبدي السندين لقوشك يواسندك حبيب بن عبيد ورنا ييو سندك عبد يعني عبد الرحمن بن جبير ورنا يي لبدي السند بكوري نحو حديث ابن وهب حديثك ابن وهب وكلا عبد الرحمن منك اللي راهدو ابن مهدي وحورنا يا حديثك يعني مركا ابن مهدي وورنا يا حكم متابعين يا عبد الله ابن وهب أيكم متابعين يا قال الإمام رحمه الله تعالى وحدثنا نصر ابن علي الجهضمي وإسحاق ابن إبراهيم كلاهما عن عيسى بن يونس عن أبي جمرة عن أبي حمسة عن راهدو الحمسي أبو حمسة الحمسي ننكل إلى هذا أبو جمرة الضبعي ونصر بن عمران وإنت بدن بن عباس بكورية حاو حدثني أبو ظاهر بائي والرمي وهارون بن سعيد الأيلي واللفظ لأبي ظاهر لأبي ظاهر بائي والرمي قال وحين حدثنا ابن وهب ابن وهب بانو والرمي طيب قال وحين أخبرني وحائي والرمي عمرو بن الحارس أيائي والرمي عدة يعني مكة ورنسا قال عدة ورنسا وحوي هارون بن سعيد الأيلي إيوه أدنك لي أبو ظاهر لبدو داسا قال وحيد حدثنا ابن وهب أنه ورن
أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي حمزة ابن سليم عن عبد الرحمن ابن جبير بن نفير عن أبيه يعني أبيه وحكور جبير بن نفير يعني الشامي عن عوف بن مالك الأشعري قال وحيد سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم النبي محمد بن مقلي والحال صلى على جنازة جنازة دشد كتك يقول سقوله اللهم اغفر له وارحمه إله دم دافع ونحرس واعف عنه إلهي واسكعفي وعافيه الله بدبادي وصمت بحي وأكرم نزله مرتصور كيس إله وهجاتي ووسع له واسع مدخله مكان قلين كيسة وأغسله بالماء والثلج والبرد إلهي وبرف يبيقبو يعني بيو يبرف يبرف كيسة يرير إله دميدي يعني كردق ونقه إله كالنظيف من الخضايا دنوبت يقفك وحاذق النظيف كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس سيدا مرض عاد وسخد اللوغ النظيف يوكله وأبدله إله وحاذق بدشا دار دار بدل خيرا كخير بدن من داره وأهلا خيرا من أهله أهل أهل كيسي كخير بدن اللوغ بدل وزوجا خيرا من زوجه سوجو يعني حاس كيسي كخير بدن وقه إله وحاذق إلى لسافتنة القبر قبرك في الدنس وعذاب النار قال عوف عوف بوحر فتمنيت وحان تمنيوك على يستي أن لو كنت أنا الميت أنا وإن الميت كأهان لها صوبت نوك على يستي وحوي والدعاء النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الميت وحانوك على يستي ميت والدعاء يا الله برق النبي محمد ودعي ميت كأهان باب أين يقوم الإمام من الميت للصلاة عليه هذا كان باب باب حويه أين يقوم حقيب استاجي الإمام إمامك وكاستاجي من الميت ميتك وكاستاجي للصلاة عليه صلاة وميتك كد تكنه ومعناه هذا يحي ضمر كينا دي برتن كود يسكو بيجي رجينا وحيسك بيجي ماذا حارنك ماذا حيسك بيجي قال الإمام رحمه الله تعالى وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا عبد الوارث بن سعيد عن حسين بن ذكوان قال حدثني عبد الله بن بريدة عبد الله بن بريدة إيوه بن الحصيب عن سمرة بن جندب قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم نبي قداشي سنكت كذي والحال نبي قلنا صلى وكت كذي على أم كعب على أم كعب كعب هو يدي دشيدة إلى نبي كتك ذي ماتت ويدمت أم كعب والحال هي يدنا النفصاء ليجي دلمدى يعني متكل متى آيتا يعني يضع دشي دلمدى ما يكون حدمت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي باستاقي للصلاة يعني الصلاة دي درتد ويسوتاقي عليها دشيدة يعني وكتك ذي وسطها يعني وصدها برتن كذا يستاجي النبي صلى الله عليه وسلم عليه وحيد هذين هؤين كنا لحظة إن لسكجا بيجا حاجة أسترك إياه حكمة ديجو حاجة تعليل ناي باكوها بون رجعنا لنا كم هذا حين لسكتاب وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن المبارك وهو عبد الله بن المبارك ويزيد بن هارون حا وحدثني علي بن حجر ابن ياس السعدي قال أخبرنا ابن المبارك والفضل ابن موسى يعني السيناني كلهم دمانتوا وحكورني عن حسين يعني حسين بن ذكوان انكل إلى بهذا الإسنادي ولم يذكروا ماني الشيغن أم كعب ماني الشيغن أيقوا إبهاميين وحيد هذا النبي هوين يبوكت كذي وقال الإمام رحمه الله تعالى وحدثنا محمد بن مسنى وموسى البصري وعقبة بن مكرم العمي قال وحيد هذين لبدود أنهما قال حدثنا ابن أبي عدي وهو محمد بن إبراهيم بن عدي عن حسين وهو حسين بن ذكوان المعلم عن عبد الله بن بريدة قال وحيد قال السمرة بن جندب وحيد لقد كنت وحانها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت النبي محمد غلاما ولدا يرانها فكنت وحانها أحفظ مد حفديا عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم النبي حقي سام وحكي حفدي شري حديث تبان حفدي شري يعني فما يمنعني إيمد ديدين من القول هذا وحي النبي محمد عن كم غلي يعلمك إن صيفا فيه إلا أن ها هنا هلك وحاها رجال رقبا هاي ورقا سوهم يقو أسن مني إقا دعوين
إن حوجا كادا وين مركو شو واتسكي رح شلون استعمل مرك علم كاستعد لهاتي بدات كل حوجا دي أسلوب كأيو صحاب دي النبي جاي تشيل كنبي محمد وربيه وياه وقال لك الحشون هاي لكن على غير هذا وقت كان يعني نفسه كاد داويلنا الدكتور ترى محو قرانا محو كلوجيا عم كلوجيا طيب وقد صليت وانت كذي وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم مركب حوادة تلمامية من قبل هي الشرف أولي هيو وقد صليت وانت كذي إنه صحابي عضينس وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كإله قداش إذا كنت كذي على إمرأتي نهويني دوشيد إسقوا كنت كذي هويني ذا سو ما تطلمتي في نفاسها دلمدي ذي دحدة ذا كل ما تي فقام عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كإله هو استاجي دوشيد في الصلاة الصلاة دحدة ذي وحو استاجي وصدها برتن كذي بو استاجي دحدة ذو إسقبيه وفي رواية ابن المسنى محمد المسنى رواية صحيح قال وحي حدثني وحي ورمي عبد الله بن بريدة قال وحي فقام عليها ودل استاقي نبيه للصلاة الصلاة يعني كنت كني يعني وصدها برتن كذا يو استاقي نبيه صلوات الله وسلامه عليه. باب ركوب المصلي على الجنازة إذا انصرف وفي جنازة يميتك دوكتك قيب قلي marka uu soo gedoomayo gaadiid ma soo fuuli kara ama marka uu sii socdo ma sii fuuli kara salaada su gaalay hada kan baab rukub musalli ruuhi musalli ga haye janaasada ku tukanay fuulitaankiisii buu baab yahay calal janaasati janaasada dusheeda ku tukanay inuu gaadiid uu fuulo idan sarf marka uu soo gedoomayo meedki iyo duugti uu duugay oo ka soo noqdo aski marka uu ka soo noqdo قال الإمام رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة واللفظ ليحيى قال أبو بكر حدثنا وقال يحيى أخبرنا وكيع عن مالك بن مقول عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قالوا حري أوتي النبي صلى الله عليه وسلم نبي وحالوك بفرس فرس بالوك نبي صلوات الله وسلامه عليه معروري يعني فرس قاون ومركا عن كوره عن صارنين معروري هي عري ويسكو معنى معروري فرس قاون وكوره عن يسارنين معنى فرس ليضاء بالله كان فركيبه مركاسوف لنبي صلوات الله وسلام عليه حين انصرف مركو كقدومي من جناسة ابن دحداح ابن دحداح جناسة دي سي مركو كقدومي فرس كيبور راعي والحال نحن نقول نمشي عن نصعونينه يعني خلفه حوله هريره سيقارر كيسان صعون انه النبي صلى الله عليه وسلم عليه وعن الرسول كو سميه يعني فعل ذلك ولبيان الجواز. وحدثنا محمد بن المصنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المصنى انهما قال وحي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال وحي صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلى أبي كنت كذي على ابن الدحداح إن الدحداح دوشي ساي كنت كذي ثم أوتي بفرس فرس بالوك يعني عري أو ليضاء عري وحليها فردها مركا الفول يدوش هذا وحلقوا فريستال سارا يكورا يحوال سارا مركا فرس آن كورا يحوال سارنين وإسكقاون بالوك يعني فرس كنت بدن هدان كورة يميل لغو فريستو إيو آن لحين نين فرد فولو مبا فولو قفكي كلاو نواك نعيه قف فرد فولو يقانو انت أردك أو لبود بود يهدي لا يكون قفكي كلاو نواك سيبت لكن نبي صلوات الله وسلام عليه وحد قرانيسا إنو يعني فرد فولو فعقله حاد دبري فرس كي وحاجيل بحري رجولو نين با أوتيل بحري فراكيبه مركاسو فولو فجعل وحوق ذق لي فرسك يتوقص به إنه لبود بود يا نبي صلوات الله وسلام عليه والحال نحن أن نقول أن نتبعه أن نراعينا نسعى حالا نفورين وصعونين خلفه نبي قداشي سحالا نفورين قال وحيري فقال رجل نبا وحيري ومن القوم قومك كم إذا وحيري جابر بن سمرة ورني قال ظهري قال جابر بن سمرة وحيري فقال رجل نبا وحيري من القوم أي من الحاضرين في الجنازة ذلك الجنازة سوى حاضر يمتكم إذا وحيري إن النبي صلى الله عليه وسلم نبي قال وحيري كم بدنا من عدق اللان بدنا معلق لسولاد لذي يعني أو مدلا أما لسولاد لذي واسكو معنى لسول رارعية أما لسولاد لذي
في الجنة جنة دحدة لغسو لادلاديي ولغسو رارعيو لابن دحداح ابن دحداح وصغنات أو قال شعبة وحولي لأبي دحداح أبي دحداح وصغنات شعبة شكيل هذا إن كان إمام نور رحمه الله تعالى سبب الورود وحكوت الماما إن كان لانتا جنة لغسو لادلاديي نين يتيما أن يتيما خاصم أبا لباب في نخله فبكى الغلام نين دلين يراه أغونا با أبو اللبابة جيت بير عايسكو غبصدين ومكاسا ويركي رأدون كأوي نبي قال لحظ لي أبو اللبابة وحكوري فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي اللبابة أعضه إياها ولك بها عدق من الجنة فأبا أبو اللبابة لانتان جيت كان تمرتي نين كويل كان يراه أغون كأوي اسكسي حد ليه ده هاي جيت لان تمرت بعد شنو ده كله ده هاي اسكسي مركزي ماي مكتاه تدفع سكتير ومكتا هاي حولها واحد قصطات شكت يقو الصلحة عنو قلين ما يمي يلي يوي يدك يقوار ربا فسمع ذلك ابن دحداح فاشتراها من أبي لبابة بحديقة له ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم أيكون لي بها عدق في الجنة إن أعضيتها اليتيم أبو لبابة أنا كايب سدي ابن دحداح باير قلت أنا كايب سدي لكن شانس كان كفا إذا سنة يا رسول إلهي بيرتان هدان ويلكي أغون كهاسي لانتي جنة ما يسقي كو أكيد مثل أنا جنا وعي ترتايو أنا جاي يلنا مكاسو يادي جاي يلنا كم من عذق معلق أو مدلى في الجنة لابن دحداح عمل أبي دحداح صاصي كتبي باب اللحد إلكي وباب يهي يونصب اللبن اللبن كتاجتان كيس لتاجي على الميت روح ميت كادوشي سلتاجي وحاجر وحل يا شقي يا لحدي المركة لحدي شق يعني لحدي وحوي وقبر يعني جني عيسى إن لا شيء حوا سيد هذا إيل ك قف كمشى إنه ضد كديكنه مشى سوق الأساس سوق اللوسم أي شقنا وحوي برتن كإن لا شيء لحدي جنوا عندنا اللوشح قال الإمام رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى النيسابوري قال أخبرنا عبد الله بن جعفر المسوري عن إسماعيل عبد الله بن جعفر يعني عبد الله بن جعفر ابن عبد الرحمن ابن المسور ابن مسو ابن المسور الزهري فضيق آدم بأبوه يسوي أبو محمد المدني فتقريبك حكولها لا بأس به لكن واحد توسيقي عيد اللي باتوسيقي عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص الزهري أي نورهم أن سعد بن أبي وقاص قال وحي سعد بن أبي وقاص في مرضه جردي سيدحي إذا بكانك وحنون صدي حنونك وحنون صدي لحدي سوحكود الذي حنونك سهلك فيه أي مات فيه وقرد طي إلحد يعني إيلي إي صمي لي أني لحدا إيلي صمي إلحد إي صمي لي أني لحدا إيلي صمي وانصب تاقع علي دو شيدا اللبن اللبن كي تاجور كي تاجع نصبا تاجتان كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كإله سيدي لبسمي باب جعل القذيفة قذيفة يلتان كذي باب يي في القبر قبر قديس يعني ميتك قذيفة ما الله أصلي كراميش إن قصة علماء أي كراهية استين جماهير تنتو هذا بدن لكن قصدنا وين عاد قال حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى تميمي النيسابوري قال أخبرنا وكيع حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر ووكيع جميعا عن شعبة حاء وحدثنا محمد بن مسنى واللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو جمرة ونصر بن نصر بن عمران الضبعي عن ابن عباس قالوا حلجعل وحال يلي في قبر النبي صلى الله عليه وسلم حال يلي قذيفة قذيفة يا الله يا لي حمراء أو جدودا. لقيتان كا قذيفة الله دقي وي يعني قبر جهوستي سقذيفة أما بركمة يوحلم إذا إن له هوس دقي علم ذو وي كراهي يستين. سيدا إمام الشافعي يو إمام نووي ولي وجميع أصحابنا أصحاب تيجا دمانت وغيره من العلماء على كراهة وضع قذيفة يعني أو يعني مضربة أو يعني ونحو ذلك حي قرآن يعني مسخوين في قاركود أو مخدة مخدة دوا حوي وبركنت هيرة فلقة سعوك لصاروخا
ونحو ذلك تحت الميت في القبر. وشد عنهم البغوي من أصحابنا في كتابه التهديد لا بأس بذلك لهذا الحديث، والصواب كراهته كما قاله الجمهور. وقال مسلم وحوري أبو جمرة اسمه حلي النصر بن عمران الضبعي، وأبو التياح اسمه ويسيد بن حميد مات بسرخص، سرخص ميشل إلى ذي كورنتين. يعني يزيد بن حميد هذا بريهن كمينهن كمينن صومرينه للاستدراط بأوكيان أيوه، وحيابه أي وذاقان درتو نصر بن عمران أي وذاقان أي أوكياني. عليه إنما ذكره مسلم مع أبي جمرة، والاشتراكهما في أشياء غل أن يشترك فيهما إثنان من العلماء. حي وذاك سيدين شيء أي يرتحي إن يكون صدان الله بشيخ أو علماء كاملة، فإنهما جميعا ضبعيان حق قبيلة قبيلة هم بي وذاقان، ونصر بن عمران الضبعي يسيد بن حميد الضبعي ضبعيان، مدى لبض وبصريان، مدى صدحان وتابعيان ثقتان، مدى أفراد وحوي مات بسرخص، وحيقول الانتين سرخص بيقول الانتين في سنة واحدة كن لو بقول يسديد لباتن مركا ماش عايز يقول الانتين سرخص لي لهدو، يعني يقول الانتين. قال الإمام رحمه الله تعالى وحدثني أبو ظاهر أحمد بن عمر قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث حاو حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب حدثني عمرو بن الحارث في رواية أبي ظاهر أن أبا علي الهمداني حدثه وحوشه وقعي سوائنه ومدوناه. وفي رواية هارون أن سمامة بن الشفي أبو علي الهمداني وحالي سمامة بن الشفي بالله. قال وحيري كنا وحان وهين مع فضالة بن عبيد بأرض الروم، ميشا يعني دولك الروم، أيان فضالة بن عبيد أن لتشغني برودسة جسيرة رودسة ليلهدو أيان لتشغني، فتوفي وحال أفصدي صاحب لنا صاحب أنك نوسقنا ذيبا لأفصدي، فأمر فضالة بن عبيد بافري بقبره قبره سئن لصمون فريو، فسوي مركاسا قبره لصمين عيدي لمكرورينه مركي العاصي إلا دويك بعد عيدي بالإسكوسي. ثم قال وحوري إنتا كذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يان مغلي يأمر يسقى فري بتسويتها، يعني عرض قبر قدوشي سعيدة على بتسويتها سميدي ذا إن لسيمه. قال وحدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن أبي شيبة وسهير بن حرب قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا وكيع ابن جراح بن مليح الرؤاسي عن سفيان وهو ابن السعيد بن مسروق الصوري عن حبيب بن أبي صابت عن أبي وائل الشقيق بن سلمة عن أبي الهياج الأسدي. أبو الهياج الأسدي بانو وحمي، طيب أبو الهياج الأسدي يعني ومقعس وحالي لها أبو الهياج الأسدي وحبان بن حسين الكوفي. قال لي علي بن أبي طالب وحيوري ألا أبعثك ميانا كقدرة، ألا أبعثك هديل إلى هذا نسقين كقاركود بقر، ألا أبعثك ميانا كقدرة، أما ألا أبعثك مكقدرة على ما شيء دوشي سبعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي وإلى الدري، أن لا تدع إن هذا كتغنب إلى الدري تمثالا صوري صورة إن هذا كتغنب، يعني صنم ميل قتمي إلا ضمسته إن ترترته، ولا قبرا مشرفا قبر كريه أو كرسو قادن إن هذا كتغن إلا سويته إن تسنته. لنبالك يفرنت أسا علي بن أبي طالب ويري نبيه ويدي بي مكفول الدراع، يعني علي وركاسو إلى الدراع مكفول الدراع بي نبيه صلوات الله وسلام عليه الصلاة إلى الدراع. وحديثك قدسنية أهمية قيمها التوحيد قولي هايو آثار الشرك هي خرافات كالا ترتراعي شرك هي خرافات من حكي مادا صورة هي اللي أسلك وحكي بالأمي بن آدم للسورية هي أصنام لتاكتاقي هي وحاسو كبه الأمي إلهي غير كين العابد وكوين للسولية. وحدثنيه وحديث كايشك أبو بكر بن خلاد الباهلي أي إيشك أبو بكر بن خلاد بن كثير الباهلي البصري قال حدثنا يحيى وهو القضان
قال حدثنا سفيان قال حدثني حبيب بهذا الإسناد وقال وحولي ولا صورة صورة يصور إن هذا كتب إلا ضمستها يعني مكائنا ترتشت. قال الإمام رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن قياس بن ضلق عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن أبي السبير وهو محمد بن مسلم تدرس عن جابر بن عبد الله قال وحولي إنها رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إله وحور ريبا أمدك الريبا أن يجسس القبر قبره إن لنورد أيه نورد إن لمريه وأن يقعد عليه قبره إن لقد الفريسته وأن يبنى عليه قبره دوشيسي إن لدسه قد بي وحكمي ذا بسبب وركا قبره إن لقد لسه قول ربي النبي صلى الله عليه وسلم إن لنورد أيه إن لقد كر فريسته إيه هدي لا يكور يهي إن لدسه ربي مالك يدو حيوقاتين فردقا محلوشي ذا إن حدث يعني مركا لقصة ما يو قبره إن لقد الحاجو ذا لديد إياه لكن جمهور تسيده تلمامين باكفي عنه حديث كوحو تلمامي ظاهر كيس إن لود أيو إن لقرفة يستمى بنان جوايدا ضمان عضينس. قال الإمام رحمه الله تعالى وحدثني هارون بن عبد الله هارون بن عبد الله بن مروان البغدادي قال حدثنا حجاج بن محمد حاو حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرساق جميعا عن ابن جريش لما أنتود وحي وحكورنيان ابن جريج بي وحكورنيان عيد اللوشي ذا والله بأونه وحجاتي عبد الرساق اللي بدو ذكليه قالوا حي أخبرني أبو سوير بائي ورحمي أنه سمع جابر بن عبد جابر بن عبد الله بن كمقلي يقول سقوله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نبي قايان مقلي بمثله حديث كي هوري بمثل ما روى حديث حفص بن قياس ابن الضلق فإذا ذا كان نوحك لما هي أبو سوير محمد بن تدرس با وحال وحن تائن ومدلس يحيي رواية ظهر نبوه عن عنيي رواية المركة وحالك فائديني تصريح يعدين تصماع أعديي بالك فائدي سنة أويري يعني أنه سمع جابر بن عبد الله نكمك وحدثني يحيى بن يحيى وإيوه رمي قال أخبرنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن أبي سبير عن جابر قالوا حيري إنه هي وحال الرهيب عن تقسيس القبور عن تجسيس القبور قبورت إن لنور ديه فأسكو معنا تقسيس يتجسيس باب النهي الريبتان كيب باب يهي لا يسكرها عن الجلوس فردي حقيس لا يسكرها على القبر قبر قدوشي صلى فريستو إيه والصلاة عليه قبر قدوشي سين لقوتو كده قبورتي إناد قابشو حق قبل ذا إكاتر تانا مبنانا قبورت دوشي إذا إناد كتو كتانا مبنانا يعني أدان الدرار إيه لبقلين لقو لبقلي آني كرين مبنانا. قال الإمام رحمه الله تعالى وحدثني الزهير بن حرب أبو خيسمة قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه سهيل بن أبي صالح عن أبيه أبو صالح الصمان دكوان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي حول لأن يجلس أحدكم متكين وفرست على جمرة لحول يدن بلد شيد وكفرست وفتحرق ثيابه درك سأي قبته وفتخلص أي قدبت إلى جلده مغارك سحقس أي قدبت أي خير له وخير بدن حقس من أن يجلس على قبر قبر دوشي إنو كفر إسمه مركا فردقي مركا إنو عامي هاي أياد ركتال ديذي. قال الإمام رحمه الله تعالى وحدثناه قتيبة بن سعيد قال حدثنا على لقصه الريبي يا مركا فردقى النهي قبر إنو دول فريستو قرما لقصه الريبي مركا لدوغا قبر دوشي سيلا تاقيني وأتينا حديث يعني كسوة مرني إن يعني النبي صلى الله عليه وسلم على قبر قدوشي سوكو عديه يعني فريسانا ينو يسوسو أوروري. قال الإمام رحمه الله تعالى وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العسيس يعني الدراوردية حاو حدثنيها عمرو الناقد قال حدثنا أبو أحمد الزبيري أبو أحمد الزبيري مرر بضم بين سوة مرني ومحمد بن عبد الله بن السبير بن محمد بن عبد الله ابن الزبير ابن عمر ابن درهم الأستي الزبيري المكي الكوفي واثقة من التاسعة قال حدثنا سفيان ابن سعيد كلاهما لم يتكستوا لبدو ذكور كل من عبد العسيس وسفيان عن سهيل بن أبي صالح بيكور بهذا الإسناد نحوه أبي صالح دي وحكيته الدنبي أبو هريرة وحدثني قال الإمام رحمه الله تعالى وحدثني علي بن حجر السعدي علي بن إياس بن حجر السعدي
قال حدثنا وليد بن مسلم القرشي الأموي الدمشقي ثقة من السامنة سيدنا حكورني عن ابن جابر ابن جابر وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر الأسدي أبو عتبة الدمشقي يعني الداراني وثقة من السابعة عن بشر بن عبيد الله بشر بن عبيد الله أيوه حكورني يا بشر بن عبيد الله الحضر من إنك إن الله هنا الشامي وي وثقة حافظ من الرابعة عن واصلة ابن الأصقع صحابي قال ابن كعب الليسي الشامي الصحابي المشهور عن أبي مرثد الغنوي قال وحولي أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحولي لا تجلسوا على القبور قبور تدوش يدها فريصنين ولا تصلوا إليها حق يدنا هوتكنين. قال الإمام رحمه الله تعالى وحدثنا حسن بن الربيع البجلي قال حدثنا ابن المبارك هو عبد الله بن المبارك عن عبد الرحمن بن يسير عن بصر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن واصلة بن الأصقع عن أبي مسد الغنوي قال حين سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول نبي محمد بن كم قال يسقول لا تصلوا إلى القبور قبور تحق يده تكننا ولا تجلسوا عليها قبور تدش يدنا حفر يصننا. باب الصلاة صلاة ببابها على الجنازة جنازة دش يده لقتكني في المسجد مساجد الحديث لقتكني. قال الإمام رحمه الله تعالى وحدثني علي بن حجر ابن إياس السعدي وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي واللفظ لإسحاق قال علي حدثنا وقال إسحاق أخبرنا عبد العزيز ابن محمد عن عبد الواحد ابن حمسة عن عباد بن عبد الله بن سبير أن عائشة أمرت عائشة وحيفرت أن يمر إلا الصوم مريه بجنازة سعد بن أبي وقاص أحد يعني أحد عشرة المبشرين بالجنة في المسجد مساجد كان لو صومري أيضا دي مساجد قداش زي دي قناية حجرون كماشا مساجد غيب في صدامي كو صميشنا وفتصلي عليها يكتكتو فأنكر الناس ودتك يبقى كو إنكري ذلك أرنكاس عليها دوش يدي كو إنكرين حيقو إنكرين جناسوين كو حيقو بدنايين انت بدن حالقين شري ماشا مصلحة أيالقين شريو يعني جناسة إن مساجد قال لك ينو أيه كو إنكرين ويري فقال دو حيتري ما أسرع الله محد ما محيبة دقدق ما محيبة يعني أسرع دقدق بدنيسيي ما نسي الناس ودتك وحيه المامع أما إن لي لهذا ما أسرع محاك دقدق بدن يعني ما نسي الناس أي من نسيان الناس ودتك هالمنكور ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي كمتك على سهيل بن البيضاء سهيل بن البيضاء دوشي سكمتك إلا في المسجد مساجد كده يسموه كمتك مركوا بنانتا ودليل وحوية هي للإمام الشافعي والأكثرين في جواز الصلاة على الميت في المسجد وحاسده كلي عدة وممن قال به أحمد وإسحاق وحاسده كلي ابن عبد البربا وحوري رواه المدنيون في الموضأ عن مالك وبه قال ابن حبيب المالكي وابن أبي ذئب وابو حنيفة ومالك على المشهور عنه مالكي لكن صدى مشهورك وحوية لا تصح الصلاة عليه في المسجد وكحديث أبو داود يغيرك وريان بي ودليل شذان حديث كان تأويلات بذنب كتر. قال الإمام رحمه الله تعالى وحدثني محمد بن حاتم ابن ميمون قال حدثنا بهس ابن أسد العمي قال حدثنا وهيب بن خالد قال حدثنا موسى بن عقبة عن عبد الواحد ابن حمزة ابن عبد الله بن سبيركي عن عباد بن عبد الله بن سبير يحدث أدرك وكتبنا عن عائشة أنها لما توفي أمرك الله وصلي سعد بن أبي وقاص أرسل أسواج النبي صلى الله عليه وسلم حاسسك النبي أعد دري أن يمر إلا صومري بجناسته جناسته سيميتك إلا صومري في المسجد أو فيصلينا أي كنت كذا عليه دوشيس ففعلوا ويصميين فوقف والاستاجي به صغع على حجرهن وللكود دشود أيال الاستاجي يصلين عليه حال كتكن يندشيس أخرج به والبحي من باب الجنائس جناسوين كالباب كودي والبحي الذي باب كاسو كانها إلى المقاعد مقاعد حقه ذا مقاعد واميل الفري سنشريو يعني مكا لغو ويسي سنشري وقالوا حيل هذين ما كانت الجنائس جناسوين فبلغنا
فبلغهن وحاج علي أن الناس صدتك فبلغهن وحاج علي دمرك يا أسواجتي حاسسك نبي أن الناس صدتك عابوا ذلك أرهن كأينا كعيا بيين فقالوا حيل هذين ما كانت الجنائس الجناسوين كماني أهين يدخلوا بها كول سوق لي المسجد المساجد السوق لي فبلغ ذلك أرهن كأسوحوا قال عائشة فقال روحي ما أسرع الناس ذاتك محاو قدك دك بذن إلى أن يعيبوا إنا يعيبيان ما لا علم لهم به وحان علمي يابوني أنا يقصون وحان يقرنين إنا يعيبيان وحكا شيغان محاو قدك دك بذن عابوا علينا دوشي إذا وحين نقول عيبيان أن يمر إن لسومري بجناسة جناسة إن لقصومري يعني في المسجد مساجد الحسين لقصومري وما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلى كمتكن على سهيل بن بيضاء سهيل بن بيضاء دوشيسة إلا في جوف المسجد مساجد كبرتن كيسة مساجد قديه يسمو يميل خلكمتكن وكذلك هذه النسكي يميو حوية نقاح رواح فراح نقاح قاد قال الإمام رحمه الله تعالى وحدثني هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع واللفظ لابن أبي رافع قال وحين حدثنا ابن أبي فديك محمد بن إسماعيل قال حدثنا الضحاك يعني ابن عثمان عن أبي النضر أبي النضر وسالم بن أبي أمية عن أبي سلمة عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف أن عائشة لما توفي سعد بن أبي وقاص سعد بن أبي وقاص مركي لغوف صدي قال وحين أدخلوا به المسجد مساجد كسوق لي حتى أصلي عليه لا أن كنت كذا فأنكر ذلك أرن كاسالوي أنكر عليها دوشير فقالت وحيتر والله لا يبان قدرته لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلى إيوات كذي على ابني بيضاء بيضاء هوين ذي الأورنشر إلا بدي ديويل في المسجد المساجد قال يحدي ذا يكوت كذي سهيل هي وأخيه سهيل ولالك وقال مسلم حوري سهيل بن دعد يعني سهيل بن دعد هوين إذا مقعي ذا وحال أورنشر دعد بنتي جحدم دعد بنتي جحدم نانيستي هذا يوصف هذه تلمانتي هذا بيضاء بالورنج الواسطة إنه عدي إيو أين سقني نعم بيضاء سهيل بن دعد وهو ابن البيضاء إنه بيضاء وإيه أمه قيدي بوحال ورنج ري بيضاء لورنج ري يقع حديث بابا قهري هالجزاز كتشوا إن شاء الله تعالى إله وحمد يسنا سبحانه وتعالى عمري إن عافمات إن كل مانية عافمات كنا تقوى وكل مانية علمي إن عمل فل وكل مانية اللهم آت نفوسنا تقواها والزكية أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إن نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وعلما نافعا وجزاكم الله خيرا.